إذن عن تهديد الميليشيات النازحين وما يساعد في عودتهم لمدنهم، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بكم. يعني الحكومة تعمل على إعادة نشر قوات الشرطة داخل مراكز المدن وتريد إبعاد الجيش والميليشيات، كيف يمكن قراءة هذه الخطة وما الهدف من ورائها أستاذ بهاء؟ تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناة الرافدين. في البداية، هذه جزء من الاتفاق الحكومي الذي حصل بين قوى الإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية السنية والكردية. كان هنالك مطالب لدى هذه القوى التي تركت الائتلاف مع الصدر وتوجهت للتحالف مع الإطار التنسيقي من أجل تمرير الحكومة بأوامر من السفيرة الأمريكية. كان من ضمن هذه الملفات هي ملف إخراج الميليشيات من المدن وعودة الجيش والشرطة أو الشرطة المحلية إلى مسك الأرض في تلك المناطق. هنالك معارضة حتى الآن حول موضوع إخراج الكثير من الميليشيات اللي ترفض الخروج من المدن، وخصوصا في الأنبار والموصل وصلاح الدين. هذه التوجه الحكومي هذا هو نوع من التنفيذ للوعود التي أطلقها السوداني ما قبل تشكيل الحكومة، وبالتالي هو مجبر على تنفيذه لأنه هذه المطالب هنالك ضامن وهي السفيرة الأمريكية، فمجبر أن يطبق ما تم الاتفاق عليه. الحديث الآن عاد بسبب يعني موضوع إقرار برنامج نظام سانتياغو ووضع يعني الأسطر الأولى أو العريضة من موضوع انتخابات مجالس المحافظات اللي سيكون هنالك صراع كبير حولها. لذلك كثير منهم من المرشحين أو المؤهلين للترشح يحاولون إثارة هذا الموضوع مرة أخرى لمكاسب انتخابية، وفي نفس الوقت لتذكير الإطار التنسيقي بالوعود التي قطعها. ولكن أستاذ بهاء، لماذا لا تزال ميليشيات تسيطر على المدن المنكوبة ولم يتم إبعادها عن تلك المدن، بل أن الميليشيات تهدد النازحين وتمنعهم من العودة إلى مدنهم؟ ما سبب في ذلك أستاذ بهاء؟ نعم، هم أصبحوا هنالك أصبحت لديهم سلطة في تلك المناطق، أصبحوا يأخذون الأتاوات من الناس، يفرضون سيطرتهم. هنالك طرق تهريب تم يعني تنظيمها بين العراق وسوريا. هذه الطرق تؤدي إلى تهريب المخدرات والسلاح والسجائر ومختلف البضائع من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية، لأنه هذه المناطق اللي هم مسيطرين عليها أغلبها هي مناطق حدودية، وبالتالي الحدود مفتوحة لهم. لذلك مغادرتهم لهذه المنطقة معناها أنه راح يفقدون كل مكاسبهم اللي كسبوها من 10 سنوات، من 2014 حتى الآن، أو من 2017 ما بعد تحرير المدن من داعش وحتى الآن. لذلك هم أصبح لديهم موطئ قدم في تلك المناطق، وبالتالي هي أصبحت مصدر أموال كبيرة بالنسبة لهم توديهم. يعني هذه الأحزاب أصبح لها مصادر تمويل خاصة، سابقا كانت تمول من إيران، الآن أصبحوا يمولون أنفسهم بأنفسهم من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية، وفي نفس الوقت موضوع التهريب والأتاوات اللي يأخذوها من الناس. ولكن أستاذ بهاء، هناك تهديدات لأبو علي العسكري وهو قيادي في الميليشيات، هدد النازحين وهدد من يحاول إعادتهم لمدنهم، ولكنه أبو علي العسكري أقصد في ذلك تراجع وحذف هذه التغريدة. كيف تنظرون إلى هذه التغريدة وهذا التصريح من قبل أبو علي العسكري؟ هذه التغريدة اللي نشرها أبو علي العسكري هي محاولة لفرض الأمر الواقع اللي موجود حاليا والاستمرار في فرض الأمر الواقع اللي موجود من 10 سنوات، وخصوصا في منطقة جرف الصخر وحتى الآن. لكن مثل ما ذكرت لحضرتك هنالك اتفاق برعاية أمريكية يجب أن ينفذ، وأنا أتوقع أنه يعني تم الإيعاز له بحذف التغريدة، لأنه هذه راح تبني على مشاكل بين القوى السياسية اللي اتفقت مع الإطار التنسيقي من أجل تمرير حكومة السوداني. كلنا سمعنا بأنه بعض القوى اللي هددت بمقاطعة جلسات البرلمان، وبالتالي هم أمام إقرار موازنة. أي موضوع ممكن أن يثير بلبلة داخل مجلس النواب ويعرقل الموازنة لا يريده الإطار التنسيقي ولا حتى السفارة الأمريكية. هم يريدون أن يسير الأمر كما تم الاتفاق عليه برعاية أمريكية. تغريدة مثل هذه ممكن أن تخلق الكثير من المشاكل بين المكونات الموجودة داخل مجلس النواب، وهنا أقصد يعني المكون السني بالتحديد لأنه هو المقصود بهذا الأمر، وبالتالي تم الإعاز له بحتى التغريدة والكف عن
موضوع التهديدات، لانه هذا الوقت محرج بالنسبه لاطاله السكه، خصوصا انه يحاول تمرير الموازنه خلال الايام القادمه. استاذ بهاء، ولكن هناك غياب واضح للحكومه من هذا التهديد والوعيد الذي تطلقه الميليشيات للنازحين لمنعهم من العوده الى مدنهم. بما تفسر هذا الصمت وهذا السكوت وهذا الغياب الواضح من قبل السلطات الحكوميه؟ هذا السكوت هو ليس بالجديد، يعني جميع الحكومات منذ ان تم تشكيل الميليشيات من سنه 2014 بمسمى رسمي، الان كل الحكومات تصل الى مرحله الميليشيات وتتوقف، تغض النظر وكان شيء لم يكن، كانها غير موجوده اطلاقا، لانه هنالك سيطره للميليشيات وتغلغل للميليشيات حتى داخل مفاصل الدوله، وبالتالي اكيد الدوله ستكون ساكته عن كل ما يجري من قبل الميليشيات، لانه حتى الان مثلا موضوع القاء القبض على عنصرين يحملان باجات الحشد الشعبي في بورز، حتى الان لم يصدر من الحكومه لا توضيح ولا حتى رد فعل عن كينونه هؤلاء، الى اي جهه ينتمون، ماذا كانوا يفعلون، ما الاجراءات التي تم اتخاذها ضدهم، حتى الان هنالك صمت مطبق حول هذا الموضوع. هل هذا السكوت على التهديدات هو ربما سكوت على جريمة التغيير الديموغرافي بمنع الأهالي من أن يعودوا إلى مدنهم؟ هل تعتقد ذلك أستاذ بهاء؟ نعم بالتأكيد، هو التغيير الديموغرافي حاصل الآن ويجري في ذياله. قبل أشهر قليلة تم تهجير سكان مدينة قرية نهر الإمام أمام أعين القوات الأمنية والدولة، وكل مفاصل الدولة كانت تتفرج، لا بل هي كانت تساعد الناس على ترك منازلهم في منطقة في قرية نهر الإمام. هذا الأمر واضح، هنالك سيطرة كاملة للميليشيات من خلال إيران، وهنالك دعم إيراني لهذه الميليشيات، وبالتالي ما زالت الحكومة ضعيفة لمواجهة هذه الميليشيات في الوقت الحاضر. عبر سكاي من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.